نشوف فيديو نرجع تاني. من فضلكم هاتوا حق بابا على ما انا اكبر واجيبه بايدي. الوالده الاستاذه غاده موسى، مساء الخير يا استاذه. مساء النور يا استاذ تامر. ايه الجمال والحلاوه بتاعت الشاب الصغير ده؟ خالد، خالد بيحب باباه جدا، ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه، وفخور بيه جدا. فكان متاثر قوي طبعا بالحادثه اللي حصلت وباستشهاد والده. نعم. فاحنا قاعدين قال يا ماما انا هقول للرئيس ما تجيبوش حق بابا غير لما انا اكبر اجيبه بايدي. قلت له لا يا ماما ما تقولوش ما تجيبوش، هم اصحابه برضو وبابا يعز عليهم، قول لهم هاتوه على ما انا اكبر واجيبه بايدي. يا حبيبي يا حبيبي. اه وهو الحقيقه بمنتهى الثبات ومنتهى الفهم. انا والله استغربت، انا نسيت الكلام ده، كان من اول ما رحنا القاعه، احنا طبعا بنروح بدري، فكنت مستغربه. انا نسيت انه هيقول حاجه زي كده، اتفاجئت بيه بيقول للرئيس، فالرئيس قال له طب تعرف تقول كده في المايك، فلقيته يعني شجاع ومهبش الموقف، فربنا يا رب يحميه. ربنا يحميه. وهو الحقيقه اسمه خالد مش كده؟ خالد. اه خالد يعني فاهم طبيعه اللي حصل وواعي للاستشهاد اللي عمله والده، فاهم احنا مصر بتمر يعني القصه دي كلها، فاهمها وفاهم يعني ايه انه والده يتخطف منه، بس يعني احسن استشهاد في الدنيا. متأثر طبعا جدا، بس عارف ان والده في الجنه وبياخد 70 من اهله الجنه، وهو مستني يروح له ان شاء الله، وعايز يكمل مسيره بابا باذن الله. خالد كان حلم حياته اصلا يبقى ظابط زي بابا، لان خالد نسخه مصغره عندي من والده. آه. بس دلوقتي بقى هدف حياته، يعني بسم الله ما شاء الله، هدف حياته انه يدخل الشرطه ويجيب حق بابا يعني ان شاء الله. وفعلا انت ناويه ان شاء الله تدخليه كليه الشرطه لما يكبر. ربنا يا رب يكرمه، ده فخر لينا كلنا طبعا. صحيح صحيح. قولي لي بس على كما حضرتك في الفتره. انا اسفه، بتقول ان الضباط بيبقوا عايزين ينقلوا سينا، دي حقيقه، دي حقيقه. وشريف انا عايشه اصلا مقيمه في العريش من زمان جدا، ولما اتجوزت شريف وكنت عايشه معاه وعايشه الاحداث يوم بيوم، وكان فعلا في خطر جامد، وكان البيت عندنا مرصود ودايما هو في تهديدات وكده. اقول له يا شريف امشي، يقول لي لما انا امشي مين اللي يفضل يدافع يجيب حق اخواتنا ويدافع عن البلد؟ يعني سلسلة. عمري ما امشي من هنا. نتنقل اسكندريه شريف سنه ونص او سنتين. آه. ولسه راجع طلب يعني باستماته انه يرجع تاني سينا، ورجعوه رفح يعني في قلب المعركه زي ما بيقول. بسم الله ما شاء الله. مش حتى العريش، يقول انا يا ابني بخليك عندك كله، انا ما اتخرجتش عشان خاطر انزل اقف تامين في شارع، ولا عشان خاطر اروح امن في مصر، انا عايز ارجع لزمايلي، انصر زمايلي هناك، ادافع عن ارضي. ويكفيني فخر طبعا انه مات بطل، ومات من صدره مش من ظهره، وكان بيقاتل ارهابيين. ربنا يا ربنا فخورين بيه جدا، ربنا يعني يكرمكم. الحمد لله. وانا بشكرك على التاكيد، الكلام ده انا قلته في فكره الناس اللي لا ده حقيقي يا فندم، والله حقيقي جدا. لا لا ده انا متاكد، لان انا ليه اعرف اصدقاء كتير بسالهم ويقولوا احنا نفسنا تجيلنا الفرصه نروح نخدم بلدنا. لا مش اساسا من هناك بسهوله يعني، بيبقى على عينيهم. صحيح صحيح. انا بشكرك، وان شاء الله هيجي اليوم اللي نفرح بيه بخالد، و يبقى يعني مفخره كده لوالده وروح والده، ولينا كلنا سواء بيخدم في الجيش او في الشرطه او في اي مجال يختاره، خالد ابن الشهيد ان شاء الله. طيب مشاعر صعبه الحقيقه، بس احلى ما فيها انه بتخلي الواحد يحس ب البلد دي فيها تركيبه غريبه كده، فيها تركيبه غريبه. وانا عايز اختم معاكم الكلام عن الاحتفاليه بتاعت النهارده بمشهد دلوقتي حذيع لحضراتكم بتاع الاوبريت. بس اللي انا عايز اقوله لكم عليه ايه؟ البلد دي فيها حاجه، فيها مشاكل وفيها صعوبات وفيها ناس تعبانه وفيها كل حاجه، بس برضو فيها حاجه مختلفه. هتقولوا لي بقى فيها حاجه حلوه وبتاع، ماشي فيها حاجه حلوه زي الاغنيه ما بتقول، بس هي تظل فيها تركيبه غريبه اللي هي تعاني فيها انت كمواطن لو عندك مشاكل وعندك ازمات ماليه او اقتصاديه او كذا تعاني منها، بس تبقى طول الوقت ما يعني ما تستناش على حد يخدشها، ما تستناش على حد يتكلم عنها كلمه، ما تصبرش على وجعها في حاجه. واول رغم ان انت اللي بتشتكي منها، رغم ان انت اللي بتشتكي من البلد، لكن اول ما البلد دي تقول اي انت اول واحد تجري عليها. هي تركيبه، تركيبه لازم لازم نعترف انها موجودة في مصر بس. وعشان كده يمكن ربنا ذكرها في القرآن وحارسها
وكلنا اجيال ورا اجيال ورا اجيال ورا اجيال بن بن بنورث الجين ده. الجين ده لو والله لو جابوا مش بقى خريطه وراثيه ولا يعملوا مش عارف اف بي اي واس تي اي والبتاع الحاجات اللي بيعملوها دي، الجين ده محدش عارف يفك طلاسمه. الجين المصري بتاع انا اشتكي واتعب وازعل منها بس اموت في ده ترابها. حاجه مصريه جدا.